تبقى من بني عبس بعد أن مات حاميهم وفارسهم عنترة بن شداد. وقد تجمع أعداؤه وعمل السيف في قومه أخذا بثارهم من عنترة الذي طالما انتصر عليهم. وحتى لا تقوم لبني عبس قائمة، هبوا للقضاء على قومه وإفناء أهله وذريته. وكان بنو فزارة أكثرهم حقدا وغلا، يقودهم شيخهم حصن بن أبي حذيفة وربيبه السبيع بن مسعود فارسهم الجسور، ورجلهم الداهية الماكر سنان الحارثي. وين عسى أخت عنتر؟ لا هي موجودة لا بين القتلى ولا بين الأسرى. ويجزروه وقصيه ولا تشيبوه، لازم سلكوا طريق الهرب، لابد نلاقيهم ونقضي عليهم. تعال اصطادهم معنا يا سبيع. عزة امرأة ومهمة قتل النساء، انت فارسها يا سنان. يا حين لو ايش التعجيل وصار بيننا وبين الخطر هضاب ووديان. لكن حياتنا ما هي بامان، الخطر موجود لحد ما نوصل اراضي الشام وبعدها نجتازها لبلاد الرومان. وايش نساوي في بلاد الرومان؟ نقابل حليمة. حليمة؟ حليمة مين؟ حليمة المرضعة؟ انقطع لسانك. الاميرة حليمة اخت ملك الرومان، زوجة عمك عنتر العظيم بن شداد. زوجة عمي عنتر؟ عمي عنتر زوج اخت ملك الرومان؟ كيف اتجوزها؟ بالمراسلة؟ عن طريق الحمام الزاجل؟ سيف عمك كان لنصرة المظلوم، كان الملوك يكافئوه بجوازه من اميراتهم. ساعد ملك الرومان فزوجوا اخته؟ قربت تفهم. قعد معاها شهر وعاد لدياره وتركها حامل. طيب مدام عمي له زوجات كتار، ارجوك يا عم ارجوك شوفي لنا زوجة تكون بلادها اقرب من بلاد الرومان. اي بلاد تقصد؟ حلب. كان قال لي والدي شيبوب بانه الاميرة مريم بنت الملك بلقام تبقى زوجة عمي. ها نبقى روحنا للموت برجلينا. ليش؟ لان الملك بلقام زوج بنته مريم لعمك عنتر رغما عنه، كان يكرهه ويقول عليه في سره عب اسود، لو شافنا ينتقم منا. يبقى ما في غير بلاد الروما؟ نعيش بجوار حليمة وبنتها. بنتها؟ عنيترة بنت عنتر. انهاضي يا حليمة. شرفتني يا مولاي. أمال فين عنترة؟ عنترة يا مولاي في حديقة القصر بتلعب. بعتها فيها بسرعة، عندي خبر سار جدا أحب إنها تسمعه معاك. خير إن شاء الله. ممكن مولاي يقول لي عن الخبر السعيد؟ عنتر رجع؟ لا مات. الرسل اللي وصلوا المدينة والتجار وفلول الهاربين نشروا الخبر المفرح. أخيرا مات. وهو الموت خبر يسعد يا مولاي بالنسبة لي أنا. أيوة فاكرة لما أبويا جوزك العبد الأسود ضد رغبتي وإرادتي؟ دلوقتي
ودلوقتي بعد ما عرفت بموته وأمنت نفسك من انتقامه جاي عاوز تنتقم مني مش كده؟ اطمئني يا أختي العزيزة، أنا مش هنتقم منك أنت. عاوز تقتل عيلتنا بنتي، بنت العبد الأسود. لكن عيلتي بنت من لحمي ودمي. مفيش داعي للكلام، بنتي دي لازم تموت حالا. أبوس إيدك. فيش فايدة، لازم تعرفي كويس إن أنا الملك وكلمتي قانون، لازم تموت حالا. طيب ممكن تسيبها لي شوية أودعها الوداع الأخير. ليكن، بعد شوية هبعت الحارس. يا يا ماما جبت لك ايه من الجنينه؟ بنتي حبيب اولادي. في ايه يا بوبيا؟ واحده ست بتقول من بني عرس عايزه تقابل سمومك وبعت معايا دي. يا ربي، دي لازم من اهل عنتر، خليها تدخل حالا. كبير الحراس حجزها عند بوابه القلعه ومنعها من الدخول لاشتباهه فيها. قولي يحضر حالا، خليها تخش. امر ماما. يا حبيبتي، إذا كان أبوك مات عمتك عزة موجودة ولازم تروحي معاها. ودي عايزة تسيبيني يا ماما، أنا زعلتك في حاجة. افهميني يا حبيبتي، وجودك هنا في خطر كبير على حياتي. خطر؟ خلي الملك يحميني منه. خالك، خالك بيكره أبوك يا حبيبتي، ما بيحبكيش، عاوز يقتلك. يقتلها؟ يقتلها ليش؟ انا اخدها احسن. لا تخافي يا حبيبتي، اذا كنت بتعزيني اسمعي كلامي وروحي مع عمتك عزة، معاها هتكوني في امان، هتحافظ عليكي. هشيلك في عيوني واغطيكي بشفوني. مولاتي، رئيس حراس مولاي الملك جايين على هنا. جاي ياخد عيلتك، استخبوا هنا. مولاي، أنا جاي أستلم الأميرة عنيطرة حسب أوامر مولاي. بلغ مولاي إنها هتكون جاهزة بعد ساعة. ساعة؟ وإيه السبب؟ علشان تكون لابسة ملابس تليق بمولانا الملك. الأيقونة دي كانت هدية أبوك يا عنتر، أعطاها لي عشان أبقى أديها لك يوم ميلادك، أوعى تفرطي فيها. لا تخافي، ربنا يقدرني على حمايتها من كل شر. مام حبيبتي، بنتي حبيبتي. فين الأميرة عنيطرة؟ خرجت من مدة مع مولاة الأميرة حليمة. حراس، ابحثوا عن الأميرة عنيطرة. نعم يا عم. مريت حدا غيري وغيرك يعرف بانها بنت عنتر. قعدانا كتار ومكرهم بير ماله قرار.
لو عرفوا بانه عنيترة تبقى بنت عنتر ابن شداد رح يقتلوها. الحق معك يا عمة. يا ريت كان لعنتر ولد بدل بنت، كان قدر ياخد بطار بني عبس من بني فزارة. يمكن يكون لعمي ولد من الأميرة مريم بنت الملك بلقام. ايش رأيك نروح نبحث ونستفسر؟ وليش نجري ورا المجهول ومعانا عنيترة من لحمة ودمة؟ هيا اقتل يا قصير. اقتل هالحيواني الاليف. هيا اقتله. قلبي ما يطوعني. اقتل. والله بنت عنتر. اقصد ابن عنتر. سيف عنتر بطار، وكيف قدرت ترفعيه بيدك وكأنه ريشة ما لها ود؟ ما كنتش وحدي لما رفعته، حسيت زي ما يكون حد مسك ايدي وشال السيف معايا. هذه روح ابوك يا عنتر، هاي ما حواليكي وبترفرف عليكي. هيا اقسمي، والقسم النصر بايديك ارتسم. قولي بحق هذا السيف اللي ما حارب الا الظلم، حياتي ما يصبح لها قيمه ولا طعم حتى اخذ بطار من بني فزار وشمل بني عبس يتلم. بحق هذا السيف اللي ما حارب الا الظلم، حياتي ما يصبح لها قيمه ولا طعم حتى اخذ بطار من بني فزار وشمل بني عبس يلتم. برت عزة بقسمها، فعملت على تنشئة عنيترة على حياة الرجال، ودربتها على فنون الحرب والنزال، وساعدت عزة على ذلك تلك القوة الخفية الكامنة في عنيترة، واستعدادها الطبيعي الخارق، حتى بزت كل الرجال، وأصبح كل من يراها يظنها بطلا صنديدا وليست من ربات الحجال، وجعلت لوجهها لثاما حتى لا يعرفها أحد، وأصبحت تعرف باسم الفارس الملثم. بني عبس المجانين نازلين الحرب وعددهم لا يتجاوز العشرين. لا تستهين بهم يا زياد، معاهم الفارس الملثم. لو كنت تعلم، عنده ضربة سيف في قلب. اهجموا عليهم وسبون فارسهم المغرور. اثبتوا يا رجال حتى يقربوا منا، وبعدها تظاهروا بالهرب، وبعدين اهجموا عليهم.
همام. اهلا 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 جزروف. نعم يا عمه. هيا اجمع الغنايم والاسلاب، ضم الخيل للخيل والجمال للجمال، وياك تاخذ منها شيء. عمه عزه تريد تقول اني اريد اقول اني عليك ايد بالطول وبتزيد وبتقرب البعيد. هيا عناترة، ايش بيكي؟ اشوفك ما تفكري الا بالغنايم والاسلاب، ما كفانا اللي حصلنا عليه؟ الغنايم والاسلاب تعني المال والجاه، وبالجاه تهابنا الناس ونعيش بينهم مرفوعين الراس، وما نقدر نعيش بينهم مرفوعين الراس الا بسفك الدم. وليش ما نعيش مع غيرنا في سلام؟ ليش يا عمه؟ ليش؟ عناترة اللي بتتكلم عن السلام؟ السلام أمضى من سهام الحرب، والحب له كلام أقوى من الطعن والضرب. يي 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 يي. هذا كلام النساء، ضعيفات الأمل خايبات الرجاء. ويش أنا؟ ما من النساء؟ لا يا عنيترة، أنت محسوبة من الرجال. النساء ما تقدر تهزم الأبطال في ساحة النزال. وليش أضرب؟ وليش أقتل؟ آه لو كانت عيونك شافت الأعداء اليوم اللي صبوا علينا البلاء ودبحوا الأطفال وسبوا النساء، ما كنت قلتي هالقول اللي بتقوليه. عنيترة انت القضاء والقدر، سيف الحمى البطار يقطع رقاب العدة ما يخلي نافخ نار. عنتر عبسي ما قضى روحه تنادي الطار، والطار يا عنيترة غيره ما يمحي العار. عنيترة تتذكرين أمك يوم اللي قالت لك تسمعي كلامي؟ وأنا ما أقصد غير مصلحتك. عنيترة لا تخزليني. تنشل يميني قبل ما أخزلك يا عمة. انتصارات عنيطرة ورجالها، وذاع صيت الفارس الملثم في جميع أنحاء البلاد، ووفدت على مضارب بني عبس جموع من أشتات العرب لاجئين إلى حمى الفارس الملثم وقومه، وكلهم من قوم بني عبس الذين شتتهم أعداؤهم بعد موت فارسهم عنطرة العظيم. ومن الوافدين أقبل فرسان بني عدنان وفرسان بني قضاع قوم عبلة زوجة عنترة ابن شداد، ثم فرسان بني زياد مع فرسانهم وقوادهم جنيد ابن مالك وهاني ابن مسعود وحجار ابن عامر وأميرهم قيس ابن زهير. يا قوم، اليوم عادت لي بني عبس أمجادها بهمة رجالنا وشجاعة فارسنا الهمام ذو اللثام، وحق الله نفعاله تذكرني بفارسنا المقدام حية بطن الواد وقادح النار بغير زناد عنتر بن شداد. قلت الحق يا أمير قيس. إيش تقولين يا أخت عنتر؟ افصحي. أريد أقول السر اللي في صدري حتى الملا يدري، فارسنا الملسم عنيترة بنت أخي عنتر بن شداد. عنيترة بنت عنتر؟ ليه عنتر؟ بنت عنتر؟ نعم بنت عنتر، ومن لحمة ودمة، وأمها حليمة أخت ملك الروم. عنيترة الشهداء واليتامى الأبرياء، لا أغمد البطار إلا بأخذ الثار من حصن وربيبه السبيع الغدار. أي أيوة حق هذا السيف. أيه.
الصحراء حق مروجنا الخضراء نريد الموت لو جانا عفوق خيولنا الحمراء عفوق خيولنا الحمراء يوم الحرب بنمشي سفوف والشارد دربه ما يشوف يوم الحرب بنمشي سفوف والشارد دربه ما يشوف خلي تكون الايد باليد وسيف وسيفك تبقى سيوف وسيف وسيفك تبقى سيوف عدد فرسان بني عبس 2000 واكتر 2000 وكيف جمعوا 2000 بني عبس انتهوا بعد ما قضينا على عنتر واهله العرب لما سمعوا ان نيترا تبقى بنت عنتر جمعوا شملهم وانضموا لينا لازم طالبين الطعن يبقى نستنجد بفرسان بني كليب وبني بدر وبني عامر وبني دبيان لجل ما نقضي على زرية عنتر واللي معاه هذا هو الصواب كان لازم يكون معانا سبيع يجدوه بمرارة سيف وينه سبيع راح يجرب سلاحه بصيد الغزلان علقم دريد صخر دوروا شوفت بمنامي طير فارد علي جاي
أنا سعيد الحظ اللي قدرت أناله في الوقت المناسب. وإيش اللي جابك في الوقت المناسب؟ الفضل يرجع للغزال ولصوت الكروان. أكتر أعرف أنت مين ومن أي القبائل. وإيش الداعي؟ حتى تزداد المعرفة. عافيني، ما أقدر أقول لك. قابلتني قابلتك، كلمتني كلمتك، إيش تريد أكتر؟ بريد أتعرف على نسبك، يمكن نكون قرايب. ويمكن نكون أعداء. ما أظن هالوردة الجميلة يبقى لها أعداء. حول الورد في شوك. الشوك حول الورد يحميه من القطاف. بوصف الورد والشوك صار الوصف بينا. مين منا صار الشوك ومين الورد منا؟ انت الورد والطيب، وانت الهنا للروح، واصبحت انا الشوك بشوك الورد مجروح. أنا راجع. قبل ما أعرف مين أنت ومن أي القبائل؟ لا، ما تقدر تعرفني في الوقت الحاضر. والسبب؟ مثل ما قلت لك، أنا قصدي نص التاني له أعداء كثير. هو ليكي نص تاني؟ نعم، لأني أنا اثنين في واحد. اثنين في واحد؟ كلام غريب. زودتي شوقي ولازم أعرف حقيقتك. لازم؟ صرت معجب بيكي وأريد أعرف كل شيء عنك. لك تقدم لأهلك و... قلت لي، وليش مستعجل؟ نعم مستعجل وبشوق زايد. أقول لك، أنا بس فارس قبيلتنا ما يعطيني إلا لفارس عظيم مثله. يبقى اتفقنا، أنا اللي رمحي غدا بين العرب معروف، وسيفي برقاب العدا ما في بحد السيوف. كان ما بتصدقي اروح لمضاربكم وجندل فارس قبيلتكم قدام عينيك الحلوه. فارسنا شبه القمر، اسمر كحيل العين، لو طال سيف الشجر قص الشجر نصين. الضربه هادي تقريبا، ويقدر يلقط هالوردة بسن سيف.
أظن هذه ما تقدر عليها. أميرنا حسن وإيش يريد؟ يريدك ترجع للقلعة حالا، لأن جيوش بني عبس خرجت لكتالبة. جيوش بني عبس؟ أكون عزة بنت شداد إن ما كنت مخبية عني شيء. قولي لي إيش حصل لك وانت بعيد عن المضارب؟ كنت رح أموت. ومين هو المجرم اللي تجرأ ورفع يده عليك؟ وإيش اسمه؟ تعبان. تعبان؟ ابن مين هذا؟ تعبان يعني أفعى، كان سارح بجنبي وأنا في البرية، وبعدين هجم علي وما لقيته إلا قريب مني. وقتلك؟ قتلني. وكيف قتلني وانا قدامك طيبه؟ قصدي اقول قتلتيه؟ هو اللي قتله. هو؟ كله رجوله وحنان وشهامه. قلتيلي انت وقحت في شيطان قدر يوهمك انه خلص حياتك عشان يستولى على قلبك. لا يا عمه لا تظلمي، هذا شاب شهم وعفيف، نجاني وكان منفو مني شريف. هذا كلام حريم، وأنا ألف مرة قلت لك لا تفكري فيه. أمرك يا عمة. يا سبيع لا تنسى الصبح قدامنا وشوار طويل. لو عيوني نامت قلبي ما ينام. اخرت هالسهر يا عنيترة؟ بقالك 5 ليالي على هذه الحال. ما بيدي يا عمه، النوم مجفيني وصورته دايما قدام عيني. ولسه ما قابلتيه؟ رحت كتير للمكان اللي قابلته فيه اول مره، امني العين برؤياه. شفتيه؟ اقسم لك يا عمه اني حاولت انزع رسمه من خيالي، حاولت اكون الراجل اللي انت بترديه، لكن ما قدرت. في قوة خفية تخليني أفكر فيه. قوة خفية؟ وإحساس عجيب. مثل إيش؟ أريد أفرح، أريد أبكي، أريد أغني، أريد أطير. قلتيلي هذا هو الشيء اللي كنت خايفة عليك منه. إيش هو؟ الإحساس العجيب. وإيش معناه يا عمة؟ خبريني. قوليلي هو لما يمر بخيالك بيتغير حالك وبينشغل بالك؟ نعم. وترجف يديكي
وترفرف عينيكي؟ صحيح. وجسمك يهب وقلبك يطب؟ تمام تمام يا عمة. وي هذا هو الحب. هذه هي علامات الحب. وانت ايش عرفك في الحب يا عمة؟ عمتك عزة يا ما حرقت قلوب عشاك بنظرات قتالة بالحب ما تنطق. بس لو كنت تعرف اسمه ولا نسبه. ساعديني يا عمة بعد ما ناخذ بطار ابوكي ونقضى على بني فزار الاشرار ادور لك عليه واجيبه من تحت الارض. صحيح يا عمة. وازوجكم لبعض وتخلفوا لي صبيان وبنات وابقى جدة بعد ما كنت عمة. اليوم يوم اخذ الطار. Thank you.
أحشائها يا سبيع. اقتلها اقتلها يا سبيع. لا تخلوا منهم حي على وجه الأرض. ما عاد في فايدة القتال بعد انهزام أبطال. ويش اللي عمل؟ نخرب بدنعة برقعين قبل ما نفوت الأوان. نستنجد بحليف من غنمهم. هيا. غنايمنا من السلاح ما لها حصر. أما الخيل فأكثر من 300، والجمال قولوا فوق 200، والأترى 500 وتزيد. فرقوا الغنايم والأسلاب بالعدل على الجميع. والأترى إيش نفعل فيهم؟ نقتلهم ونقطع أنصابهم. إيوة حتى لا تقوم لبني فزارة بعد اليوم قايمة. إيوة وحتى يرتاح عنتر في قبره. هذا رأيكم؟ إيوة والله. إيوة لا مهلا يا سادة العرب، قرار خطير مثل هذا ما يتاخد في ساعة غضب. إذا قتلتم أسراكم رح تبقوا ما يرى بين العرب على طول الزمن. إيش تريدي نعمل فيهم؟ يفدوا أرواحهم بالمال. إذا هم جمعوا المال وعودوا هاجمونا ثاني. ما أظن بعد ما داقوا الموت على أيدينا. الفضل بانتصارنا راجع لعنيطرة. اللي تقوله لازم يصير. يدفعوا الفدية. إلا حصنوا سنان. لازم يموتوا. هم رأس الأفعى. قتل الأسرى ما هم شيمة العرب. والعفو عند المقدرة. إذا عفونا على حصن وسنان فلا نعفو على السباع اللئيم الغدار. أي نعم. السباع يقتل. لا لا إلا السباع. السباع يضل أسيرنا. يضل أسيرنا حتى يدفع فدية تزيد عن فدية حصن وسنان. يا أمير قيس أمر بالرحيل. في الصباح نعود لمضاربنا. مش معقول. والله حسبتك اليوم من قبيلة بني فزارة. لو كان حسن وسنان قدام مجلسنا ما كانوا عرفوا يدفعوا عن أرواحهم مثل ما دفعتي عنهم. وهذا اللي اسمه السباع ليش ما قتلتيه وقتي كان تحت رحمة سيفك؟ بضربة واحدة من يدك كانت تقضي عليه. ومين يا عم يقدر يقتل نفسه؟ يقتل نفسه؟ لو طاوعتني يدي ما كان طاوعني قلبي. قلتي لي يبقى هذا هو الفارس اللي قابلته ونجاني من الموت. وي 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 وي. وين نلاقي مولاك الغضنفر؟ داخل القلعة. ابشر يا دريد، ما في غير الغضنفر ينقذنا من بني عبس. بني عبس ما قدر على أذيتهم. بني عبس أصبحوا بقوة وما يقدر عليهم إلا الغضنفر العظيم. وبكرة لما تزيد قوتهم رح يهاجموا ديارك وينهبوا كل ما فيها. ما يقدروا، لأني أرسلت في طلب أمي. أمك؟ وإيش تعمل أمك قدام فرسان بني عبس؟ لأجل ما تحضر الفرح وتتلقى التهاني. فرح؟ فرح من؟ سمعتم عن فارس بني عبس الملسم؟ هادي عنيترة بنت عنتر وجايين لك لأجل تنتقم لنا منها. جميلة؟ جميلة، لكن عليها ضربة سيف ما يطب عليها طبيب. ولأجل هذا أرسلت امبارحة رسول محمل بالهدايا والأموال
ليطلبها الزوجة اللي لكن لو عنيت رفضت الطلب السماء ولدت اللي ترفض طلب الغضنفر انه يكون زوجها زوجي. قولوا الرسول يرحل بما حمل. يقول الغضنفر ان عنيترة ما تقبل بي. احسنت يا عنيترة لانك ما خلقتي لحياة الحريم. ايش كان الجواب يا عزة؟ الرسول يرجع لمولاه ويرجع له هدايا. معنى هذا انكم بترفضوا الطلب؟ نعم مرفوض بكل احترام وادب. ردكم هذا جنون لانه ما يقدر حدا يرفض للغضنفر طلب. ايش هذا الكلام؟ قل لسيدك الغضنفر ان كان غني احنا اغنى منه، وان كان شجاع كلنا شجعان، وان كان فارس عندنا سيد الفرسان. عن قريب راح تندم وقت ما يفيد الندم. قل لسيدك الغضنفر لو تقاصر وقرب من مدارب بني عبس راح يرجع منها هربان مثل الفار ما يهرب الى الاوكار. ويش اخرة هالعذاب؟ لابد نهرب. اصبر يا سنان، الغضنفر لابد لاحقنا. راح اشغلك شغلة ليك بمقامك، راح تشيل بعض الجماد والخيل. مليح؟ راح تدفع الثمن غالي يا عزة. هذا لو قدرت تعيش البكرة، لان عنيترة امرت بقتلكم من بعد تعذيبكم، وراح نبتدي بفارسكم الاحمق المغرور. خذوه برا. قدامك طعام الأسير، الحرية والخلاص. القدر، القدر هو اللي خلاني أقابلك وأسرك. القدر. أما أنت بريئة، مظلومة. طبعا مظلومة، لأني كنت قادرة على قتلك ساعة المعركة. لا، أنا اللي كنت قادر أقتلك لولا الخيانة والطعن من الخلف. والله لولا هذه الأخلال لقتلتك في الحال. اقتلني إن كان قتلي يريحك. أكتر. لو أريد قتلتك لما وقعتي بالمعركة. وإيش المنعك؟ لما انكشف وجهك عرفتك، إيدي تشلت،
كنت أتصور أن كل أملي بالحياة. وهالحين؟ مجرد سجانة وأنا أسير عندك. ليش ما قتلتيني؟ لأنه قلبي اللي كان بيحاربك، ما هي يدي والسيف. أنيترا، بحبك يا أنيترا. أقسم لك ما كنت أعرف إن أهلي راح يهاجموك. لأجل خاطرك يا حبيبي ما رضيت لأهلك الموت، قبلت الفدية من حسن سنان اللي قتلوا أبوي حتى تعيش لي. وإيش فايدة الحياة وإحنا أعداء؟ والطار اللي بيننا ما راح ينتهي. يا ريت كنت قتلتيني وريحتيني من هالعذاب. قلبي لو عاش الحياة محروم منك، يبقى لي الموت أطيب من بعدي عنك. وانت كل شيء عندي، قلبي رح يكون عندك، ومثل ما انت بيدي تبقى روحي ملك يدك. وانا وانت والزمان يقرب الفرحة إلينا، ولما بيقون الأوان القدر يعطف علينا. Yeah.
ايش بيك؟ قول انطق. كشفت بني حمص، شافوا جيوش الغضنفر على بعد يومين من مغاربنا. الغضنفر؟ ها فهمت، جاي لاجل يرغمني على زواجه. زواجه؟ هو الزواج بالقوة؟ قل له. أقول له؟ أقول له؟ أنا لا يموتني. أنا رديت طلبه بالمعروف، وإذا كان يريد القوة فيا مرحبا بالقتال، ويبقى هو الجاني على روحه. نعم عرف يا أميرة مريم، وكان مستني قدومك بفارغ الصبر، لكن اضطر يروح للحرب. ابن الغضنفر ما راح يبطل الحرب والضرب؟ هو بيحارب مين؟ بني كليب ولا بني بدر؟ لا يا مولاتي، بيحارب بني عبس. بني عبس؟ نعم، وفارستهم عنيترة بنت عنتر، لأنها مغرورة ووصل بها الغرور انها رفضت تكون زوجة لمولانا الغضنفر. لازم نلحق الغضنفر ونمنعه من التعرض لبني عبس. لا تخافي يا مولاتي، وش يكونوا بني عبس؟ بني عبس اولاد عم الغضنفر وانيترا اخته. كيف اخته؟ هذه عنيترا بنت عنتر. والغضنفر يبقى ابن عنتر. كيف يا مولاتي هذا؟ أبويا الملك بلقان استنجد بسيف عنتر على عدوه قيصر الروم، ولما انتصر عنتر على قيصر أبويا كافئ عنتر بزواجه مني. Thank you.
الغضنفر شقيق عنيترة؟ نعم. لو عرف بان عنيترة تبقى اخته لازم نهرب قبل ما يعلم بالحقيقة. كل السبيع وبقية الرجال يحصلونا في التو. وين يا فرسان بني فصالة؟ تريدون الرحيل؟ وهل من المعقول يا سيد الفرسان اننا نرحل قبل ما نشكرك و... زين. اريدكم تشاهدوا معي تعذيب الاسرى، خصوصا عنيترة. هيا معي، هيا. انظروا معي سادة بني عبس وابطالهم مثل الكلاب. خذوهم، اقتلوهم. أما هذه الأفعى راح تبقى جارية عندي. ما هو غريب عليك يا حقير تتهجم على أسيادك؟ اخرسي يا صليطة اللسان. الموت عندي أهون من رقة وجهك الكريه. لازم أقطع لساني. أقطع كنت راجل. تقاليدنا تمنع إهانة الحريم بهذا الشكل. تريد تعلمني الادب يا غلام؟ العرب لها تقاليد لازم تتعلمها. انت ايش دخلك فيما لا يعنيك؟ عنيترة تعنيني لاني بحبها، والويل اللي قرب لها. تحب عدوتنا وتدعي انك منا يا قليل الاصل يا خاين. من اليوم لا انتم مني ولا انا منكم. من اليوم بني فزارة بريئة منك. اقتلوا يا غضنفر، انا سلمته اليك. اهرب بروحك يا ولد قبل ما اقتلك. انا قلت اني راح ادافع عن عنيترة. خذها بحد السيف. عطوس. لازم تموت يا غضنفر. وصلت الأميرة مريم. أمي، إيش شبها يا ترى؟ مولانا الغضنفر، اترك لنا قتلها علشان نروي غليلنا منها. وحتى العرب ما يقولوا إن غضنفر العظيم دن السيف وفي دم امرأة شيطانة مثل عنيترة. خذوها واقتلوها وارموا راسها للكلاب، والعصفة اقتلوهم كلهم. ليش يا أمي؟ هادول كلاب بني عبس يستحقوا الموت. لا لا يا ولدي لا. احنا عصرناهم ولازم نقتلهم. وانت ليش بتدافعي عنهم؟ بني عبس أهلك من لحمك ودمك. أهلي؟ انت تعبانة يا أمي من طول السفر. ادخل الخيمة استريحي. لا لازم تعرف الحقيقة قبل ما يفوت الأوان. تعالي. أختي
وعنتر ابويا؟ ليش ما قلت لي هذا الكلام من قبل؟ ابويا الملك بلقان كان يريد قتلك من يوم اللي ولدتك. خاف من امراء الدوله يعيروك بلونك الاسود. اللون الاسود لون ابوك. يومها طلب مني اقتلك وانت بالمهد. من خوفي عليك اتفقت مع الفارس اللي اتكلم بقتلك ورشيته بالماء. كنت لازم تقولي لي من زمان ان ابويا عنتر. لو قلت لك كنت راح تتباهى بنسبك بين العرب، والملك راح يعرف ويقضي عليك وعلي. كان معك حدا يوم ما جوزتي عنتر يشهد على كلامك هذا؟ كان معه اخوه شيبوب واخته الصغيره عزه، وما ادري ان كان ماتوا الاثنين. انا سمعت ان شيبوب قتل بعد موت عنتر بايام. عزه بنت شداد. جيت بنفسك لجلي كلك الشرف بقت على رقبة عزة اخت عنتر. انت يا عزة؟ يظهر اني سامعة تقيل مثل دمك. سبق ورحت بلاد الروم؟ اقطع راسي وخلصني من وجهك الكريم. قولي رحتي ولا لا؟ قولي قولي قبل ما اقتلك. ريحيه يا عم وخبريه. اسمع يا هلا، عمتي عزه راحت بلاد الروم هي وابويا شيبوب وعمي عنتر، لكن من زمان من قبل ما نشوف وجهك الكريم. وانت تطلع مين يا كرد يا العين؟ انا ابن شيبوب المنصان وعمي عنتر فارس الفرسان. وهسه عرفت اني رحت بلاد الرومان، وايش تريد غيره؟ واي وقت حصل هذا؟ لما راح اخويا عنتر وخلص الملك بلقام من ال... تعرفي حدا من اللي كانوا بزمان الملك بلقام؟ هذه حكايه قديمه، بس اتذكر الملك بلقام لاني عشت في قصره شهر لما زوج بنته لاخويا عنتر، وكان اسمها الاميره مريم زوجة اخويا عنتر ابني الغضنفر. الغرزة الثالثة فكوا الأسرة. سامحيني يا عمتي. سامحوني يا ولاد العم. عمي حبيبي هذا اليوم اسعد ايام بني عبس يجمع شملهم مع الغضنفر ابن عنتر واخته عنيترا. عنيترا ما صغير حسن وسنان نفذوا امرك. رجال بني فزارة في الحال. رحلوا يا مولاي. تظن الغضنفر راح يكشف لعبتنا؟ طبعا، بس بعد ما نكون بقينا بامان. امان؟ وانت فاكر ان الغضنفر راح يسكت؟ يبقى وين الامان؟ ما دام عنيترة معانا يبقى معانا الامان. هيا
عن غضنفر. انا هدمر الكل على رؤوس بني فزاره. جهزوا الفرسان، جهزوا الفرسان. لا لا، العجلة مش شيطاني. لا تخافي علي يا عمتي. انا خايفة على نيترة، لان اي هجوم منا عليهم رح يقتلوه. يعني نتركها تحت رحمتهم؟ نيترة في امان، هم عارفين طول ما هي عندهم ما تقدر تهاجمهم. وايش العمل؟ الحيلة للرجال، ومن قدر فليحتال. كيف يا عمتي؟ ندخل قلعة بني فزارة. وانا ما انت؟ انا عارف القلعة ومداخلها. وانا كمان انا عارف القلعة حجر حجر وبحصر بحصر. وانا قاعد اتفرج عليكم مكتوب في يديهم. لما نعطيك الاشارة المتفق عليها تهجم بجيشك وتدمر القلعة على رؤوسهم وتاخذ بطار ابوك عنتر. ولا 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 ويل يا ويل يا ويل يا مصايب الله يا حاكم يا حاكم أمرت بسجني عداما يا حاكم أمرت بسجني عداما والرشوة ما تخلصني يا مصايب الله عداما عداما يا طارش خبرها لي وقل لهم عداما غضنفر لا يهاجمنا ما دام عنيترة رهينة. أنا رأيي نقتلها ونخلص منها. كيف نقتلها؟ وجودها عندنا ضمان لحياة. وغير هذا عنيترة عاجباني. ما راح ينوبك شيء لأن قلبها مع الصبيع. أنا هخليها تحبني ولو بالقوة. الصبيع؟ لا داعي للسلاح. أنا تبت وارتجعت وندمت على ما فعلت. كرهي لبني عبس ما له حد. لما عرف الغضنفر بخطف أخته عذبني كواني بالنار قطع لحمي بالصوت. شباب، لكن هذا ما يمنع انك بتحب عنيترة وتهواها. احب هذه الافعى؟ وين هي؟ اريد اشرب من دمها، اريد اقطعها بيدي. خذوا يا سنة. اتفضل. لساك عايش يا اصفر الوجه يا ثعبان؟ اخرج برا. صبيح حبيبي. خطي لا تذكري اسمي على لسانك المسموم. انا كنت احمق لما حبيت واحدة مثلك. صبيح ارجع. انا حبيبتك عنيترة. انت عدوتي وانا راح اعرف كيف انتقم منك. انت والغضنفر اخوكي.
الغضنفر اخوي؟ ايه، هم لسه ما قالوا لك ان الغضنفر اخوكي؟ هيقول لك هو بنفسه اذا خلصتي من الموت. عجيب، الغضنفر يبقى اخوي، يا ريت اشوفه. راح تشوفيه في العالم الاخر بعد ما تموتوا على يدي انتوا فرسان بني عبس الاشرار. اه يا عديم الوفا يا ناكر الجميل، هسا عرفت انك ما تستحق حبي. عمتي كانت على حق يوم ما قالت لي اني صنف الرجال خداع خاين غدار. يا ريتني قتلتك يوم ما وقعت بين ايدي. اخرج برا، اخرج يا خاين. يبقى لازم تعرفي انه ما في حد يحبك ويعطف عليكي مثل سنان. اخ يا اصفر الوجه يا لعين، انت باين ما ينفع معك الزوق. ايش هو ذا؟ ايش اللي حصل؟ ما وقعها من الضرب باين. زيد الحراس، القسوة ما تنفع مع واحدة مثل عنيترة. بالعكس، هذه هي الطريقة الوحيدة. لا، في طرق أفضل ومضمونة أكتر. مثل إيش؟ السحر. السحر؟ خليها تجيلك طايعة مختارة، ومن حسن حظك وأنا جاي اليوم القلعة قابلت سحرة تفعل المعجزات. تضم جبل لجبل، تجعل التراب ذهب، تملى القلوب المليانة حقد وغضب، قلوب مليانة أشواق وعجب. هذه هي البنت العاصية. العاصي يقطع والصع بيهون. هون؟ والخشب يقطع والحديد بيليش. ليليليليلي. والبلح يبقى رمان بإذن ملك الجان. هاتولي خصلة من شعرها، وأنا أضمن لكم حبها وأبعد كرها. خذيها بيدك انت. ابعد عني يا مجنونة. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي من شيء. هاشو شيء، هاشو شيء، تطلعوا ما تلاقوا شيء، تنزلوا ما تلاقوا شيء، اوعى نروح بشربة مي. هاشو شيء، هاشو شيء. انظريلي وافهميني. ميني ميني. افتحي ودانك واسمعيني. عيني عيني. قدامك فارس شجاع مقدام وكريم. ريم ريم. من واجبك تحبيه. ولازم تحبيه. وضروري تحبيه. وغصب عن عينك لازم تحبيه. انك عارفة البير وما بيه. حتى تكوني ربة القصر وما فيه، وتخرجي رايحة جاية، لا حارس بجنبك ولا جارية. كل هذا تبكي فيه لما تشربي قدح المحبة. اشربيه، هيا اشربيه. ما اشرب. انت حتشربي ولو بالقوة. اشربي. الحب ما هو دواء، كاس السحر مصبوب. الحب اسمه الهوى، بلوح القدر مكتوب. سقيني من السما بمحبتك مصحوب، اقبل اشوف العمى ولا اقبلك محبوب. ابشر يا مولاي، انتهى المطلوب. انا حنهي عمرك لو فشل سحري. أنا باقية حتى يتم المراد. هاشو شي، هاشو شي، تطلعوا ما تلاقوا شي. أنت واثق يا سبيع إنه السحرة هذه تقدر تخلي عنيترة تحبيني وتهواني؟ لو ما كنت واثق
ما كنت نصحتك بإحضاره. أتمنى أن يكون ظنك في محل، وأنا بتمنى تحقيق ظني أكثر منك. مولاي، الأسيرة نترة تطلبك. بتطلبني أنا؟ بتناديك وتناجيك بأجمل الأوصاف. يا مروحين بلاد فيها ربع والفاي وفيها القمر والليل وفيها الشمس والفاي. بتغنيلك فعلا، حبتني بتحبني. قولوا لحبيبي أنا للربع مشتاقة وقلبي على الحرمان معادل طاقة. يا يا أخي يا يابا قمر ربي صبح قمرين وشمس الحب مكسوفة عليم الله يا شوقي لعين عليك ملهوفة. قمر ربي صبح قمرين وشمس الحب مكسوفة عليم الله يا شوقي لعين عليك ملهوفة. حرام الهجر لي يا سنين ودين الحب مكتوفة أنا جليل في شوق وحنين وحاكي النجم واشوفة. حبيبك يا أبو الحلوين بحبك انحرق جوفة. انصرفوا استريحوا الليلة. لوين رايحين؟ لبيوتنا حسب أوامر الأمير. راح تخرجوا من الباب الخلفي وبعدين هتلاقوني. قمر ربي عايش في سماه وقمر عمري على أرضه ويتركني قلبي جني من خوفه. قمر ربي يهل ويغيب ويرجع كل يوم مره قمر قلبي غريب وعجيب ما يرجع لي ولا مره ويتركني على نار الحب اتقلب ولا اشوفه. قمر ربي صبح قمرين وشمس الحب مكسوفه عليم الله يا شوقي لعين عليك ملهوفه. قمر ربي صبح قمرين وشمس الحب مكسوفه عليم الله يا شوقي لعين عليك ملهوفه. الخبر ولا كلمة ولا انغرز السيف في ظهرك. اضحك. رايحين يشموا الهوى في البستان. هذا عجيب، يبقى لازم السحرة قدرت عليها. صبرت ونلت يا سنان، عقبالنا. تفضل. مصير كل خاين غدار. ايش عملت يا نادرة؟ تقتلي من يساعدنا؟ يساعدنا؟ الكلام اللي قاله قدام سنان كان من ضمن الخطة المتفق عليها. يعني ما كان يكرهني ابدا ولا يحب في الدنيا غيرك. ايه
سامحني يا حبيبي، يا ريت كانت انشلت يدي قبل ما اضربك. هذا ما وقت الكلام والغرام، ساعدوني ساعدوني ننقلوا على الحصان. صحيح، ما هو وقته، قضوا عليهم. زيدوه لأجل ما يكفر عن خيانته. هذا صديقنا سنان يشفي غليل وجيبه. تليق بما جاء. انتوا عارفين انه جاي؟ جينا عليكم علشان تشوفوا موته قدام عينيكم. اقوم بالنار. لكنه قتل من حراس مين؟ ولو قتل 100 راح يوقع في ايدينا. أسود
الكلاب يا فنان. وقعت يا سبع. اخوي عملوها فيك الخاينين عندها الرجال. عندها الرجال ها؟ فتع عيونك بمنظر الكريم ودعيه قبل ما تودعي الحياة. الجبار كيف حيموت للفار ها؟ أما رفيقه السبيع الخاين فهلو موته قريب بمقام. السبيع حي. خذوه. Thank you.
لازم يا أسود، موتك حيكون على يدي. والحب لما انتصر نلنا امانينا. فرحت بحطف الجبر وانا النار حرقتني. سيف عمي عنتر خدي اخي الغضنفر احق مني بيه. سيف والدنا خده انت احق واولى بيه. يا سيف عنتر يا رمز النصر للمغلوب، على صفحتك بالذهب نصر العرب مكتوب.